بالنسبة للقراءة وحدها لا تكفي، لأنها قد تؤدي للفهم الخاطئ، لكن لا بد أن يجمع مع القراءة أشياء أخرى، منها المدار أول شيء القراءة على أهل العلم، ومنها المدارسة مع طلاب العلم. لا بد من المدارسة والمذاكرة، فإن المرء لا يكون عالما حتى يأخذ العلم ممن هو أعلى منه وممن هو مثله وممن هو دونه، فلا يستنكف ولا يستكبر. والمدارسة هذه مفيدة في الفهم، وخاصة إذا كنت من تدارسه يجيد الفهم، وذلك أن الإنسان أحيانا قد يقرأ الكلام لا ينحل له إلا إذا تكلم هو، وهذا مجرد. ولذلك إذا استشكلت مسألة أكثر الكلام فيها، كل من رأيته قل المسألة الفلانية رأيتها، رأيت المسألة الفلانية لم أجد لها حلا، ما رأيك في حل المسألة الفلانية؟ اسأل الناس كلهم، ربما تجد الحل عند من هو في سنك ومن هو مثلك، وربما يكون الحل عند من هو دونك، وهذا كثير جدا لا تتصور كيف يمر. وربما هذا هو المهم، أن تجد الحل وأنت تتكلم، لأن الكلام سبحان الله العظيم ينشط الذهن وقت الكلام. ذكروا أن الفريابي أظنه أو نسيت من هو الذي قالها، لا الفارابي، ذكر أن أكثر ما تستخرج به الفكر كثرة الكلام. أنت تكلم تأتيك الأفكار، ولكن تتكلم مع من؟ ليس مع الذي يسلم لك كلما قلته قال صح صح، وإنما شخص يناقشك ويكون عنده حظ من العلم. فإذا استشكلت الكلمة فإنك حينئذ تكلم بها وأوردها، وخاصة إن كان الذي أمامك من أهل العلم، فإنه حينئذ تنحل بإذن الله عز وجل. هذا من جهة. من جهة أخرى أن بعض الناس قد لا يجد وقتا أو لا يجد شيخا يستطيع القراءة عليه، يسر الله عز وجل أمورا منها هذه المسموعات والمرئيات، ولكن هذه لا شك أنها أقل درجة من الحضور، لا شك. أول شيء لأن الحضور بركته في المساجد، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه قال لا تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد. كل علم ودرس في المسجد أحلف أن بركته أضعاف أضعاف ما يكون خارج المساجد، لا شك. بركة المسجد عظيمة جدا جدا جدا، ولذلك احرص على الدروس التي تكون في المساجد. كل درس في المسجد كان فيه بركة. قيل لما بعض المشايخ قيل لما أضيفت الهاء لجامع الأزهر ونقلت الدروس من الجامع إلى المباني قلت بركتهم. فدائما المسجد فيه بركة، الدرس إذا كان في المسجد ففيه بركة عظيمة جدا، هذا واحد. ثانيا أن الشخص إذا حضر عند الشيخ ونظر لتصرفه وسياق كلامه قد يقع في ذهنه من الفهم ما لا يقع عند الأول، بل ربما توقفه وتسأله في بعض المسائل أو يعيد الجملة لما ينظر لعينك وأنك لم تفهم. فلذلك لا شك أن الحضور أقوى في الدلالة من السماع، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، فيكتفي المرء بما يستطيع، فلربما كان في هذا نفع بإذن الله عز وجل.